كنقدرش نبدا النهار ديالي بلا قهوه. وانا هذا الكافي الثاني ديال لا جورني. ايوا سافا، كي درتي مع الخدمه؟ سافا، بديت كنت ادابتا شويه. تري بيان، هانتي الا احتاجيتي اي حاجه انا كاينه صافي. سي فري يا بصراحة ما كرهتك شغلي ليا لي زابيل دوفر ديالنا ولي بروبوزيسيون ديال لي فورنيسور. راكي عارفة اختي الغالية ما كتساليش ليا. واخا وقت ما بغيتي افيك بليزير. عرفتي شنو؟ اجي معايا دابا. اش كاسك كتقول نورا المية تما؟ شنو غتكون زعما تتقول ليها؟ تتقريها الدمياطي؟ راه تتوريها كيفاش تتمشى الخدمة عندنا هنا في لاسوسيتي. وهادشي ما خاصوش يكون. شي ما خاصوش يكون الغالية. أصلا مية ما خصهاش تحط الرجل في هاد الشركة هادي، وما خصهاش تحضر الاجتماعات. سينو راه كاع داكشي اللي بلينا غير يبلينا فوق راسنا. شنو زعما دابا نبقاو مربين يدينا؟ تتعلم مية الخدمة وديك الساعة تدخل في الكبيرة والصغيرة؟ وأنا أش كندير أنا؟ بالعكس الغالية، أنا بغيتك تكوني هانية. حيت أنا كاع داكشي اللي تنخطط ليه غادي كيف باغي انا في هاد لاسوسيتي. وانا ما غنتهنى حتى نتحس ميت صالح من هاد الشركه. المهم انا كاع لي زوبجيكتيف ديالنا غادي نحققهم في هاد لاسوسيتي. خصك غير تثقي فيا وتبعيني. عام هادي وانا كنسمع نفس الهضره وما وصلنا لوالو، كنسيني كنضيعوا في الوقت. الغاليه كل حاجه كتجيب وقتها، واهم حاجه خصنا نديروها في هاد المرحله هادي خصنا ننزلوا من القيمه ديال الاسهم ديال الشركه اون جينيرال، وننقصوا من راس المال ديال المشاريع اللي حنا داخلين فيها. وداك ساعات خصنا نشريو الحق ديال عمك صالح في الشركة. اتفقنا؟ فكرة زوينة، ولكن أنا خايفة من واحد الحاجة. خايفة لا فالور بورسيغ ديالنا تنقص، ديك الساعة نصدقو خاسرين. ما عندك مناش تخافي الغالية. أنا هادشي أصلا تعلمته من الحاج الطاهر الله يرحمه. كان منين كيمل مشي انفيستيسور ولا شي اسوسي ديالو، كان كيدير ليها الطريقة هادي. كيتهنى منه وكيبقى في الاخر هو يربح كلشي. ما عرفتش امادي، خاصني الوقت نفكر في هادشي. واحد الحاجه ما بقيتش بغيت نورا تقرب من 100. بالنسبه لنورا ما تهزيش ليها الهم، نورا ضربيها على حسابي. ولكن 100 انت خصك تكلفي بها انتي اختها. جو سي با موا، حاولي تلهيها بشي حاجه كتعجبها. مهم غبريها لينا من هاد لاسوسيتي، ما خسرت تحط رجلها هنا. راه الا بقات لينا 100 هنايا راه ما غنعرفوش نخدموا انا وياك الغاليه. انا نشوف حل هادشي.